يسعد لي مساكم جميعا. اليوم بسوي معكم مشغول روبيان، انما ايه، حمست البصل وبحمس معاه فلفل رومي بارد. الفلفل الرومي يعطي نكهة مو طبيعية للأكل، اعتمدوه يا بنات. الوصفة مرة سهلة، حمست البصل مع الفلفل لين ذبل، بضيف له طماطم مقطعة، شوي صلصة، وبالحمسة بضيف بقدونس وشوي كزبرة وشوي شبت مفروم برضو، ونحمسهم مع بعض. يلا من فضلك على الريحة اللي قاعدة تطلع، ريحة الورقيات بالحمسة مع الكشنة، حاجة ما حصلتش. وبعد ما حمست هذا كله راح أضيف روبيان منظف طبعا ومغسل، وحمسه معه، وبضيف له فص ثوم هرسته مع زنجبيل مبشور، يعطي نكهة حلوة للمشغول. عندي هنا بهارات مشكلة وفلفل أسود، بابريكا، كمان إيش، كركم، ونحمس فيه. وطبعا ما ننسى نضيف الملح، طبعا تملحونها حسب الرغبة، ونحمسهم. وبضيف له شوي موية واخليه 5 دقائق، وبسلق الرز. الرز اللي بستخدمه رز بنجابن هيدب، بسلقه نص سلقة. غسلت الرز والحين حطيته بالقدر، بسلقه نص استوى، بحط له ورق غار وعود قرفة ونجمة اليانسون تعطيها نكهة، وراح أملحه. وبعد ما يستوي نص استوى راح أشخله ونضيفه للروبيان. اللي ما يعرفون ايش يعني اشخله، يعني اصفيه بالصفايه واضيفه للروبيان، هذه هي الترجمه. بعد مرور 5 دقائق باخذ شوي من الروبيان عشان ازين فيه وجه الرز، والباقي نخليه بالقاع، يعني الرز فوقه. الحين بعد ما سلقت الرز نص استوى راح اضيفه فوق الروبيان ووسع زين، ونصب فوقه شوي من منقوع الزعفران. الحين بجيبه، وهذا منقوع زعفران نحطه على جنب الرز، ونكتمه ونخليه على نار هادية. كتمته بالقصدير عشان أبي الرز ياخذ طعم الحمسة وتذوقون أحلى رز. بخليه تقريبا 3 ساعة على نار هادية. وهذا مشغول الروبيان وخلص، ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحته براس. وزينته بالبصل المحمر والبقدونس، وبالعافية.